سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير بصحة جيدة أيضا. دونك وليت لكم بفيديو جديد خاص بالجمال وجمال الشعر. هاد لابغوس هادي اللي شريتها عندي شهرين هكذاك على ما أظن، وريتها لكم في انستغرام. إذا حبيتوا الانستغرام تاعي تصيبوه في صندوق الوصف، تصيبوا كلش في صندوق الوصف. إذا باش نهضر لكم على هاد لابغوس، تصيبوها في علي إكسبرس وتصيبوها تاني في أمازون. ما بينش إذا متوفرة في المغرب العربي، بصح نظن أنها تكون في كل مكان. دونك ممكن ما تصيبوش هاد لامارك هادي، بصح تصيبو واحد اخرين يكونوا ملاح. شوفوا برك ما تشروش نيمبورت كيل مارك، باش تقدر تكون ماشي مليحه وتحرق لكم شعركم. بصح انا هذه اللي شريتها انا نظن انها مليحه جدا، خاطر استعملتها وفيها دي فيتاس من 1 2 3 على حسب نوع الشعر، اذا كان خشن او رقيق او كل واحد والشعر تاعو كيفاش. فيها اسنان رطبه واسنان كيفاش نقولوا دور، دونك عامله هكذايا جايه. جاي معاها الطابي تاعها باش تحطيها كي تكون تسخن، كي تحطيها في لا شارج تكون تسخن. دونك تمشي بالتريسيتي بالكهرباء. اذا هي عامله هكذا، تعطيكم بروشينغ كيما نقولوا، بروشينغ ناتوريل طبيعي، ماشي هذاك كيما اللي يديروا لو ديسور لو فير بلا، مي تعطيك بروشينغ ناتوريل وسهله الاستعمال جدا. انا عجبتني كثير، على بالي حبيت نتقاسم معكم هذا الراي ديالي، وتاني ما تحرقش الشعر بيان سور. هاد لابغوس هادي ما قلتلكمش بلي شريتها هنا من جون كوتو، تصيبوها تاني فارما بخي في ماكسي هنا في كندا، بصح في جون كوتو تكون ارخص من الباقيه. نوري لكم هنايا اللي نستعملوا البروتيكسيون تاع الشعر، ما ديروش اي حاجه سخونه في شعركم، ني سي شوفو ني فيغ بلا ني هاد لابغوس، بلا ما بروتيجيو شعركم بحاجه. انا عندي هنا فابوريزاتور، وعندي هنايا اون نويل زيت خاص بالشعر اللي قبل استعمال الاجهزه الكهربائيه اللي تكون فيها لا شالور. دونك من الاحسن ان تستعملوا اون بروتيكسيون باش تنقصوا من تضرر الشعر. لي دو مارك هادو لوريال وغارني موجودين في المغرب العربي، لذلك انا وريتهم لكم وعجبوني بزاف، حبيت نتقاسم معكم تاني. اذا نتمنى ان الفيديو نال اعجابكم وعطيت لكم راي خاص، ونقول لكم يا من عاش على خير.